كيفاش دايره؟ كلنا عارفين مثلا ان وسائل التواصل الاجتماعي اللي اخذنا على حسب المثال الفيسبوك ولا خصوصا الفيسبوك والانستغرام، خصوصا الفيسبوك والانستغرام، مازال سناب شات دار واحد الضجه واحد الفوره واحد المره ومن بعد عاوتاني قص شي شويه، كاين باقي غير شويه كيضرب به ويضرب ويهرب، لكن بان الانستغرام. فلاخذنا مثلا الفيسبوك خذنا الانستغرام، نكاد نجمع جميعا يعني اجماعا لا يخرقه احد، ومشي اجماع سكوتي اجماع جهري نعمس، باللي هاد وسائل التواصل الاجتماعي تاخذ من اوقاتنا اكثر مما يجب. متفقين على هادشي؟ مثلا انت خدام كتبريباري ياك، عم بدو كي يضحكوا، خدام تتبريباري كتحط عندك مثلا نهار اليوم مثلا الخميس، نهار السبت الصباح مثلا عندك كونترول، عطيني انت شي ماده من داكشي اللي كتقرا، ما تقولش شي حاجه كبيره ما نقلش عليها، امشي عليها الباز دو دون مثلا، عندكم كونترول في الباز، ملي قال الباز دو دون حسيت غتكون شي حاجه ما هي، المهم ما عليه انا ما شغليش، ها هو اللي قال دور لي صور. عندكم كونترول مثلا في الباز دو دون، وعارف مثلا الامتحان تقريبا مثلا الكونترول ولا مثلا البارسيال ديال الباز دو دون شحال تقريبا في النهار الامتحان الفعلي شحال كيعطوكم عليه ديال الوقت؟ ثلاثه سوايع، ساعتين، ساعتين يعني مثلا. وكيقول لك راه بغيت نخدم مزيان غناخذ الامتحانات مثلا ديال السنوات اللي فاتوا ولا الطلبه اللي قراوا العام اللي فات ولا كذا، تاخذ الامتحان للاصل فيه نهار الامتحان تكون فيه ساعتين، تتحطو انت كتبدا، اي تتبدا كيبدا داك العجب تيقرص حداك كيبدا يغوت، كيغوت كتحطو كتهز كتشوف شي شويه كتحط كتعاود ترجع شويه، كيغوت كتهز كتشوف شي شويه، شويه كدوي في التليفون، شويه كدير معاه كذا، شويه فيديو كونفرنس تتحط، شويه في حق الله الا شحفني كتنوض للكوزينه تصايب شي خبيز تقعد بيه قولي بريري ديالاتها، تتعاود ترجع الى اخره. انت عارف باللي نهار الامتحان راه ما غيكونش عندك هذاك التليفون، نتمنى ما يكونش عندك هذاك التليفون، ما غيكونش عندك هذاك التليفون، ما غتكونش عندك حداك هذيك الكوزينه اللي غتلقى فيها داك الخبيز، ما غتصايبش داك البريريد اللي غتصاوب به تعدل به المجاج، ما غتلقاش ديك فريميجه اللي غتقعد بها قولي بك كاع هذاك الفشوش اللي كنتي انت دايرو نهار اللي كنتي كتوجد الامتحان ما غتلقاش. شتي وقع على الذهن ديالك انت؟ الدماغ ديالك في هذيك اللحظه، وكونوا على يقين شباب ان لو شيما يعني الخطاطه اللي كياخذها الدماغ ديالك انت في ايام التدريب على الامتحان هي نفس الخطاطه الذهنيه اللي كيخرجها لك نهار الامتحان. نهار الامتحان ملي كتحط هذيك الورقه يلاه كتبغي تبدا، انت دماغك ولف انه يصوب غير السؤال الاول في التمرين الاول، وضربت ليله التليفون ما كاينش التليفون، فدماغك ولف هذاك العجز داك الكسل من وراء السؤال الاول، كتبغي تخدمه انت في السؤال الثاني، هو ما ولفش يخدم في السؤال الثاني مباشره، كيقول لك بلاتي عليا الله يرضي عليك، هادشي راه تيطرى عندك انت الداخل، يقول لك بلاتي عليا الله يرضي عليك، كتقول لي لا شوف كي دير لها، كتبدا تعيي فيه، ما ولفش هو يخدم بداك الايقاع ديال سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال، فبديتي كتعيي فيه بدا تيعيا، بدا كيدير مجهود كبر، بدا كيدير مجهود كبر، فوت لك السؤال الثاني من بعد كيبدا يطلق. دماغ قال لك هو راه لقيته هذيك يدق، هو تيدق على المعده، تيقول هذا هو الوقت اللي كان قاعدو فيه، قول لي ابنا قول لي صيفط شي حاجه. ما يقدر يبان لكم هذا فحال داك الرسومات القديمه اللي تفرجنا فيها فاش كنا حنا باقيين صغيورين ديال إلي تات اون فوا لا في، ولكن راه هكذا تقريبا تيدق. فالخطاط الذهنيه اللي مشيتي عليها انت هي اللي خرجت لك نهار الامتحان، ملي كتخرج انت من الامتحان اش كتقول؟ وما يمكنش اصاحبي التمن وما كيحملناش ذاك الاستاذ عطانا امتحان طويل، لا الامتحان ما طويلش، الامتحان يخرج في ساعتين، ولكن انت ما ولفتيش تخدم الامتحان ساعتين في ساعتين. الناس ملي كيبغيو يوجدوا الامتحانات الامتحان ساعتين تيديروا الكرونو على ساعه ونص، واللي شاط من ساعه ونص كيقول لك كله عندي رباح نهار الامتحان. ملي كيبغيو يجيبوا الورقه ما كيتيليشارجوش من انترنت دي زيكزيرسيس كوبي كولي ويحطهم ويامبريميون بي دي اف، كيحاولوا يتيليشارجيو ليكزامان اللي تحط العام اللي فات بالصوره ديالو باللوغو ديالو، لانه باش ملي تحط نهار الامتحان كيكون شاف هو هذا المنظر، هذا شاف اللوغو، شاف لورغانيزاسيون ديال ليزيكزيرسيس كيفاش كتحط، شاف كل شيء، بالنسبه لي ما كتركبوش الخلعه. اذا القضيه ماشي قضيه وعي بالواقع اللي احنا فيه، لكن قضيه وعي بالمنهجيه التي يجب علينا ان نضبطها حتى نتفاعل مع الواقع تفاعلا صحيحا،
كل اباء دابا والامهات يشتكون من ان اولادهم يكادون يكونون مدمني هواتف نقال. الاباء كلهم يقول لك هذا التليفون هذا ولا بلي هذا التليفون هذا الدراري دابا ما بقيناش كذا وهذا التليفون هذا. كتقول لي اها الحمد لله الله يجزيك بخير نفهم من كلامك ان ولدك ما عندوش لا. يقول لك لا 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 عنده تليفون وطابلت. مما تشتكي يا شري؟ لا كنشتكي من داك التليفون. واش الدري خدام تيشريهم؟ لا لا الدري عندي باقي في السادس ابتدائي. يا كوت انت في هذه اللحظه كيتوقف التفكير ديالك لانه السيد اشنو طرا؟ السيد ها هو يفهم الواقع ويعلم ما فيه لكنه ما طور منهجيه كي يتعامل ايجابيا مع ذلك الواقع. فملي كتفهم ان الوعي هو هذا ديك الساعه كيبدا تتضح لك الرؤيه بشكل كبير جدا وكتفهم علاش باقي حنايا متخلفين يعني خلف الامم. طيب التمظهرات ديال هذه الازمه هذه الازمه ديال الوعي فين تنشوفها؟ تنشوفها في مثلا فيما ذكرت لكم القضيه مثلا الاشكاليه مع التكنولوجيا عموما. الاشكال اللي كاين عندنا هو انه الوعي باننا خصنا نطوروا منهجيه معينه اليات تفكير معينه لتحميلنا للتفاعل ايجابيا مع واقعنا لتغييره هذا هو اللي باقي ما درناش. لان الكل يعلم علماء الاجتماع علماء النفس علماء السلوك والتربيه ان سلوكيات الاشخاص انما منطلقها من افكار الاشخاص. المنظومه الفكريه اللي كتحملها انت في دماغك هي اللي كتدفع السلوكيات ديالك انها تتصرف بهذاك الشكل. الا غيروا الناس في الافكار ديالك غيغيروا لك في السلوكيات ديالك. مثلا عندك واحد بحال جوزيف سيناي. جوزيف سيناي هذا الكتاب ديالو مترجم من العربيه ولغات اخرى مول السوفت باور مول القوه الناعمه. الكتاب ديال القوه الناعمه لعل عدد منكم قد اطلع عليه. يتكلم في الكتاب ديالو على ان قبل ما نخوض حرب عسكريه ماديه مع مكان معين دولة معينة جهة معينة إيديولوجيا معينة قال لك ابتداء علينا أن نخوض معهم حربا على الأفكار. فإذا أردت أن تخوض حربا كي قال لي دونالد رامسفيلد الوزير الدفاع السابق اللي كان مع جورج بوش قال لهم أن إذا بغيتوا تخوضوا حرب مع الإسلام عليكم أن تدفعوا الإسلام ليخوض حربا في الإسلام. وإذا غيرتي نمط الأفكار غتغير نمط السلوك.